وأيضا للرجولة مفهوم مختلف عند كثير من الناس، ولكن كيف نعلمها أبنائنا بشكل صحيح؟ شاهد. هي بس شغلة واحدة بس، لا تفهمه أن العنصرية عفوا لا تفهم أن الرجولة عنصرية وطغيان على الناس، وأن اللي لا تخلي أحد يدوس لك على طرف. هذه بس إذا علمتها إياه خلاص الباقي سهل ويسر. أنا أذكر واحد من الطلاب عندي في السادس، أذكره إلى الآن، الحين في المتوسط، أقول له يا، هو اسمه تركي، أقول له يا تركي أنت ما شاء الله عليك يا رجل، أنا أتعامل مع رجل، مع رجل يعني في الفصل، جيت أتكلم معه، جيت أشرح 100% معي، خلصت يلعب مع زملائه لعب بأدب بذرابة، لا تكلمت معاه منطق لا قوة إلا بالله، ما يتأتي ما يقول ولا يرد في شيء، يعني رد غلط يعني، ولد نموذج. أنا أقول جزاه الله خير اللي رباك، قال لي بالأخير أنا عايش مع جدتي يسر، عايش مع جدته، ومتعرف الجدات والكبار في السن يعني حنونين مع الأبناء، وفي نفس الوقت شديدين عليهم الأمور هذه، ويرق احس انه يرقي الطفل، يعني ما يتعامل مع انه صغير. احسنت. فاحس دائما اللي يكونوا قريبين من اجدادهم يطلعون شويه ناضجين بزياده، ناضجين اكثر من الاقران. بالضبط. طبعا ليش عثمان يعني ليش انا مثلا كأم واب ما اطلع نموذج زي كذا؟ لنموذج الجد والجده رحومين، فيهم الحنان والرحمه، ونادر ما تلقى جد وجده يضرب احفاده، مع في نفس الوقت حازمين عليهم، فطلع يطلع نموذج حلو. طيب أنا في البيت، أنا يا ذا يا ذا، يعني أتركه ولا أني أشد عليه وأطلع رجل وأعطيه الباكج الكامل هذا، أنك رجال دائما يعني ما حد يتكلم عليك، ما حد يقول لك شيء، ما حد يغلط عليك، ما حد يدوس لك على طرف، ونار نار يعني. بعض الأطفال هو جالس متحفز، لاحظهم عندي متحفز جاهز، يعني حتى شماغه لبس الشماغ، يريد ايش فيك؟ ما يعني وين احنا رايحين؟ بعضهم يجيني داخل علي متلثم، احنا في الفصل في المكيفات، اقول يا ابوي هذا اللثمة ذي يا في غبار يا حرب، احنا لا في غبار ولا في حرب، انت في فصل، نزل شماغك البسها زي الناس. فاتكلم عن العقلية هذه من وين جاية، ويعني لو حسن هذا النموذج بيطلع جدا نموذج جميل، يعني لو فقط الام والاب انتبهوا له في المنطقة هذه، انه مارس طفولتك، العب، استانس، انبسط، صار خطأ من أحد زملائك الله أكبر عادي، حله مع الوكيل، حله بينك وبينك، حله مع المعلم. لكن أما موضوع طفل يجيني يتهاوش في صف خامس، مطلع القلم على زميله يبغى يطعنه، من وين جات هذه؟ يعني أنا عندي شبه قاعدة، ما هي بقاعدة، لكن أنا أقول أن طعنة السكين في الشارع سبقها طعنة قلم في المدرسة ما حد انتبه لها، أو حفزت. يعني مثلا لما يجيه ولده من البيت، يجيه من المدرسة منضرب، في طرق كثيرة للتعامل، لكن أنا بتكلم عن النقطة هذه اللي حكم كيف خليته يضربك؟ فأنت برجال، أنت كيف تخليه يضربك؟ ارجع عليه واضربه وخذ حقك. يرجع يجيني الولد في المدرسة اليوم الثاني جاهز، ما نام، هو قاعد يفكر. نعم بالضبط، لأنه حس أنه خلاص أنا مالي قيمة، أبوي ما حد شافني شيء، أمي ما حد شافتني شيء في البيت، لازم أرجع أخذ حقي منهم. إذا كبر بالعقلية هذه يصير سهل عليه بعدين يشيل سكين في الشارع، سهل علينا يعتدي على أي أحد في الشارع، لأنه يشوف أن هذه تدخل أنت في رجولتي، مع أن رجولته ما حد جاها ولا حد مس كرامته.